كذا جاءت القرعة مشاهدينا الكرام، قرعة الدور 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. كانت المباراة تعليق من زبير بيا كان حول موضوع اللقاءات والمواجهات المباشرة الصعبة في هذا الدور. قرعة صعبة جدا للاثنين صراحة، يعني خسارة للنهائي، خلينا نقول اللي كان واحد منهم يكون موجود في النهائي جماهيريا لنجاح الدور النهائي انا اعتقد يكون مهم جدا، ولكن من اليوم اعتقد باش يخرج واحد من الدور هذا وباش تكون صعبة جدا. الحساسية نتاع المباراة هذا كلنا يعرفها، هنا ما فيش لا عودة لا ذهاب، كله يلعب في نفس المكان، يعني باش تكون مباراة بصراحة هي القمة الكبيرة لهذا الدور. وافية على استفسار الكابتن خالد بيوم واستفسار الكابتن زبير بيا حول عدم توجيه القرعة، مقنع؟ يعني لحد ما مقنع، بالنسبة لي ما اقنعنيش كثير، بس يعني عادي، يعني طالما هم لهم لوائحهم ونظامهم هم ادرى، لان هم ضمن المطبخ وشايفين المطبخ عامل ازاي، وبرضه مش عايزين يعملوا حاله اخلال بتوازن اذا كان وزير ولا حصول الوصول للدور الثاني او لا يصل. بس انا في معلومه بدي اذكرها، ان يمكن ما انذكرت، بان اثناء تصنيف الفرق ال 32 صارت مشاكل في الورشه، يعني في ناس طلعوا لك انديه قالوا لك انا ليش مصنف في المكان؟ ليش انا مش مصنف في الفرق A؟ ليش انا مصنف في الفرق B؟ يعني عرفت، في انديه اعترضت على التصنيف، فلما انت بتعملها في الدور الثمانية نفس الشيء، بتجيك انديه بتعترض ان ليش تصنفني هنا وتصنفني. لا، لو حطيتها ضمن اللوائح والقوانين بتاعتك اعتقد ان كل الانديه ستلتزم. اذا كانت في اليه للتصنيف واضح، لازم يكون في اليه للتصنيف واليه كمان للوائح اللي موجوده، ممكن يلتزم بها كل الانديه طالما اشتركت وموجود داخل البطوله العربيه. طيب لو رجعنا انا خلينا ناخذ ردود فعل الرجاء مع زميل عبد الله النقمي من هناك من الرياض، تفضل يا عبد الله. شكرا مرة أخرى زميلي حامد، هذه المرة رجعنا ولكن بلقاء أعتقد لقاء مميز راح يجمع بين ممثلي الناديين اللي يعتبرون ربما هي النهائي مبكر لهذه البطولة، قمة الجولة أو المرحلة إن شاء الله القادمة، الرجاء والوداد المغربيين. طبعا تفضل، وين راح؟ يلا ان شاء الله ننتظر. طبعا نرحب بك عبر قناه ابو ظبي الرياضيه، ما اتوقع ان حتى يعني اكثر المتشائمين كان يتوقع ان الوداد راح يقابل الرجاء. لا، وهذه القرعه هي دي، يعني قرعه حد، احنا كان بدنا ان نتقابلوا في الادوار المتاخره، لأن مشاركتنا في هذا الكأس العزيزة اللي كتحمل اسم الملك ديالنا المفدى، كل واحد بغى نحاولوا فريق مغربي أنه يفوز بها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وهذا ماشي يعني قدر قضاء أو قدر، احنا القوي يفوز وحنا الفريق ديالنا ما تيتخوفش من يعني ما دخلنا لهاد المسابقة إلا أن كنعرفوا غادي نقارعوا الأقوياء، والرجاء راه معدود من الأقوياء، وأنا كنشوف هنا في الإخوان اللي كانوا غادي يشاركوا في القرعة أغلبهم كانوا كيتخوفوا أنهم يكونوا مع الرجاء. على كل حال القرعة هي هذه، والأقوى انتصر وإن شاء الله يكون خير. رجاء أعلن تحدي مسبقا للوداد البيضاوي، وربما هذه التحديات بالعكس جميلة في كرة القدم، صحيح؟ ما قلت لك احنا ما شاركنا في هذا السمنا، عارفين نقارعوا الأقوياء، وشي تحدي ولا تخوف الأفضل يفوز. أكيد، شو تقول انت عن هذه؟ اكيد ساسير لما ذهب اليه صديقي واستاذي سي عبد السلام حنت، ان الكره بلا تحديات وبدون اهداف راه ماشي، لان اصل الكره هي المنافسه، ولكن يجب ان تكون المنافسه شريفه. اليوم افرزتنا القرعه امام خصم اللي هو الغريم التقليدي ديال نادي الوداد الرياضي،
ليس لنا أي تخوف، هي نهاية قبل الأوان. الخاسر الأكبر فيها هو المتتبع العربي، لأن لو كانت نصف نهاية أو نهاية كان ستكون أحسن، ولكن هذا مكان قرعة كانت ديمقراطية. سنستعد للرجاء كما الرجاء استعد للوداد، وحين تقبل أن تنافس أو تلعب على أربع منافسات في موسم واحد يجب أن تكون مستعدا وتعد العدة لأي خصم كيفما كان، مثل الرجاء مثل أي فريق آخر، الكل في كفة واحدة والغلبة للأقوى. أنا من لقاءاتنا لهذه الأمسية بين طبعا ممثلي الوداد والرجاء، مباراة القمة في المرحلة القادمة، هذه النهاية، وأعود لك بالكلمة زميلي حامد. شكرا لك يا عبد الله، والكلمة تذهب إلى الكابتن زبير بيه. ليش من المراجعة مواجهة الترجي؟ لا، المسؤول مال الوداد قال يعني كان يتمنى الترجي. ليش؟ على كل يتمنى الترجي لأنه اللي صار بين الترجي والوداد في نهائي تشامبيونز ليج الأفريقي عمل شوية ضجة وكذا كذا، ولكن المسؤول ما يستفزش بهذه التصريحات. يعني أنت في البطولة العربية والترجي بعيد عليك، دخلت بطريقة مستفزة. ممكن نحقق مشروع تحب تقابل الترجي، ولكن بحب قابل الترجي من غير فار. يعني عرفت استفزازية، والبطولة العربية في غنى عن هذه الأمور، والوضع اللي تخلق من جراء مباراة الترجي والوداد بين الشعبين المغربي والتونسي صار حساسية كبيرة. يعني هل عمليات الشحن والضغوطات الزايدة صراحة مش مكانها ومش وقتها. يعني انت تزيد النار تشعل النار على النار، يعني وبذلك الترجي في البطولة وممكن تقابل الترجي. يعني هي مباراة كورة، ما لازمش نفوتوها على مباراة كورة. وكيفاش تفوت مباراة كورة؟ من خلال المسؤولين. يا أخي مع كامل احتراماتي للسيد مسؤول الوداد، بصراحة ما كنتش في حاجة لهذا التصريح لأنه مستفز أكثر من اللازم. طيب عبد الرحمن العبسي مرة أخرى من الرياض، تفضل يا عبد الرحمن. يعطيك العافية حامد، يعطيك العافية كابتن بعد خميس متواجد معنا. كابتن خليل جلال، الحلقة دائما اللي يكون عليها تعليق وشماعة الخسائر دائما هي التحكيم. كابتن خليل جلال، جاي ترحب فيك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، مدير دائرة التحكيم بالاتحاد العربي كرة القدم. في البداية احنا كقرعة احنا يمكن ما راح نتكلم فيها كتخصص كتحكيم، نتحدث عن نقطة. أنا بالنسبة لخالد نقول له الإسماعيلي يشتغل على نفسه، وخاصة إذا صلح أموره، لأنه صلح أموره زي ما خلاص خلص الموضوع، يعني الاختيارات والأداء وكذا كذا. ولكن في وضعية أوتسايدر، يعني مش هو المرشح، أرتاح للإسماعيلي من أنك تكون أنت المرشح في لا مباراة لا. تعتبر في المتناول. لا يا أعترض بس تسوي بس الفكرة كلها مش المرشح على الورق، هنا كمجموعة جمهور الإسماعيلي بيمثل ضغط كبير جدا على الإدارة على اللعيبة على المدير الفني، وبالتالي محطوط ان هو مرشح عند جمهور الاسماعيلي اللي عامل ضغط كبير جدا، فده لوحده لازم تحط له حساب. زي النجم الساحلي، المدينه صغيره، التاثير بيبان للعيبه وبيبان للمدير الفني وبيبان عند الاداره، لو حصل اي مش غلط بيحصل تاثير كبير جدا. فانا بس الجزئيه دي هعترض على جمهور فيها، لان لا الضغوط موجوده على الاسماعيلي، مش مرشح، ولكن بالنسبه للجمهور مرشح. اي نادي بالنسبه للجمهور مرشح يعني. طيب اذا كنت اليوم انت مدرب مثلا لاحد الفرق الاماراتيه، تكلم عن الجزائر وتكلم عن الوصل بوضعيتهم الحاليه بمستواهم الفني بنتائجهم المخيبه للامال بالنسبه لجماهيرهم، شو الفرق اللي ما ودك اليوم انك انت تتجنبها عشان ما تزيد الطين بله لمستواك اللي صاير معك في بدايه الموسم؟ انا اعتقد اذا باش نسمي بصراحه الأندية المرشحين عايد مبخوت ومكان أحمد يوسف، أنا حاب نتجنب الوداد والرجاء والترجي بصراحة بكل صدق، والمولدية فريق والأندية السعودية أنا أعتقد بودي نتجنبها. يبقى لي الأندية العراقية ممكن نلعب معها، شباب الأردن، المحرق، في نادي خطير، نادي خطير جدا في هذه البطولة ما تكلمناش عليه لحد الآن. على فكرة الموسم اللي فات عمل أكبر مفاجأة، والاتحاد السكندري ومن الأندية الأربعة اللي فازت رايح جاي. الاتحاد السكندري فريق عنيد، فريق عنده إمكانيات، منظم. فريق منظم بشكل مقلق جدا، الفريق اللي تعبك تلعب معه، نفس المولدية
فريق يتعبك تلعب معاه ودعم تاع الموسم هذا جاء كبير للنادي وامتداد للموسم اللي فات وفريق كسب خبرة كبيرة في هذه البطولة الموسم اللي فات عمل فيها نتائج جيدة جدا. أنا أعتقد مش هينة العملية يعني يحق لك أنك تفكر في أنك تلعب أندية أقل من المرشحة وأقل من الأسماء هذه منطقي جدا نحب نجاوزهم. ولكن نرجع ونقول حامد نصحح وضعي أهم شيء يعني نحكي على مدربين اثنين كان ريجي كامب ولا ستريبل بصراحة ما شفنا منهم إلا سلبية في التعامل مع الوضع يعني ما قدرش ولا مدرب يخرج فريقه من الوضع اللي فيه ما قدرش ولا مدرب ياخذ أحسن ما عند لعيبته ما قدرش ولا مدرب يتعامل مع مبارياته بالشكل المطلوب. الوصل أعرف مشاكل كبيرة مباراة العودة ضد الهلال يعني آخر دقيقة العشر دقائق الأخيرة كان 2-0 للهلال وكانت ما رايحين ضربات جزاء ليما جاب هدف من هفوة دفاعية الجزيرة 1-1 وصل في وقت ما في المباراة يعني قبل الهدف لازم تصحيح وضع هذه الأندية قبل ما نحكي على شكون تحب في القرعة وشكون مطلوب بعدين خاصة الجزيرة يعني موعود بالمنافسة على كل البطولات اللي شارك فيها وهذا يعني من منظور جزراوي منطقي جدا أقلها بالمجهود اللي تعمل على مستوى الانتدابات بصراحة أما هذا من 11 اللعيبة حتى لو كان من غير مدرب كانوا يعطيه ممكن أكثر بستريبل بصراحة يعني من غير مدرب وحدهم قولهم شباب تفاهموا ولعبوا كان ممكن يخرجوا أحسن من اللي شفناه إلى حد الآن. طيب. وبعدين قراءة المباريات والتعامل مع رايح جاي ونرجع ونقولوا دائما أهمية القرعة اللي مش موجهة أنك تلعب خارج أرضك ذهاب وعلى أرضك إياب تبقى دائما أسبقية أنك تسجل خارج أرضك تبقى دائما أسبقية مع المشاركات الخارجية أنا أعتقد هذا موضوع يأثر على نتائج المباريات وعلى وضع الأندية. طيب من الأمور اللي الكثير تكلم بأنها مفيدة في هذه البطولة من الموسم الماضي بأن من الأشياء الإيجابية في كأس زايد الأندية الأبطال الموسم الماضي وكأس محمد السادس الأندية الأبطال هي الاحتكاك المباشر ما بين أندية عرب آسيا وعرب أفريقيا. هل تعتقد بأن من صالح البطولة أن يتم توجيه قرعة دور 16 على الأقل دور 16 كما يحدث مثلا في دوري الأبطال بأن يجب على فرق يعني يحطون الفرق عرب آسيا في جهة وعرب أفريقيا في جهة ولازم فريق من في كل مباراة فريق من الشرق فريق من الغرب فريق الشرق فريق من الغرب حتى تضمن هذا الاحتكاك موجود بدلا من اليوم ممكن تلاقي مباريات كلها بس بين عرب آسيا ومباريات فقط بين عرب أفريقيا. أنا أتمنى حتى اللي تلاشي مثلا الجزيرة مع الوصل الاتحاد مع الإسماعيلي مستفدنا الرجاء مع الوداد ما استفدتش حاجة خالص والقوة الجوية مع الشرطة العراقية خسرنا طيب ممكن القرعة ممكن تعمل لك هالشيء ممكن يعني أنا معك أنا معك مع الاحتكاك معك كمان تفضل حمد دلت أنا معك مع الاحتكاك معك مع أن زيادة الرقعة أكتر بكتير جدا يكون أهم معك كمان الاكتشاف بعض العناصر المهمة بالنسبة لشمال أفريقيا في البطولة العربية وفي الدول العربية ده مهم جدا.